انت على 9 ألقاب في حياتك، اللقب بالأهم ايه؟ فرنداش كانوا 10 ألقاب. 10 ألقاب اللقب الأهم. ماشي نو تيتل مايز امبورتانت. أهم لقب هو لقب كما قلت بنفيكا، لأن الدوري كان صعب جدا. طبعا أدينا يعتبر زي نتيجة تذكارية في الدوري البرتغالي، لأن وصلنا تقريبا في آخر جولة كنا تقريبا على نفس النقاط، ولكن قدرنا ان احنا نعبر الدوري بنقطتين للامام، وكذلك ان الكاس الذي فزنا مع فيتوريا جيماريش، لان طبعا كان اول لقب يحصل عليه النادي، وكنا نحن من ساعدنا النادي للوصول الى هذا اللقب، فكان مهم جدا لنا. ان بنفيكا يواجه البايرن شيء صعب، ان جوارديولا يكتب عليك في كتابه ده شيء اصعب. في الواقع ان الناس كثير تسال، كان هو يعتبر حسن من جوارديولا، ان المباراه كانت مباراتين ما بين بايرن ميونخ وبونيك، ثم الثانيه كانت بنفيكا بايرن ميونخ، وكانت المباريات على مستوى جدي عالي. اول شيء اقدر اقول ان بايرن ميونخ انا كنت جالس في الدكه، كان تقريبا في الاستاد اكثر من 70,000 متفرج، وكان المباراة بايرن ميونخ بنفيكا كان 1-0 لبايرن. الفرق البرتغالية التي لعبت من قبل خسروا 5-0 7-1 و5-0، واحنا في اول دقيقه خسرنا 1-0، ولكن قدرنا ان نؤدي مباراه جيده، مباراه شجاعه امام فريق قوي جدا، كان ليفاندوفسكي ومولر وريبري وروبن والحارس نوير، كان لاعبين على مستوى عالي جدا، وكانت مباراه جيده. ومنها وصلنا على لشبونة وكانت النتيجة 1-0، وكنا فايزين 1-0، وطبعا في استاد النور في مدينة لشبونة استاديو دلوز، وطبعا بحجم جوارديولا ان هو سجلوا هدف وكان من ضربة ركنية، كانت كان من الأساليب التي تؤدي إلى بعض المشاكل في كان أسلوب يعطي مشاكل دفاعية بالنسبة لي، ولكن هم عن طريق هذا قدروا أن يسجلوا الهدف، ونحن مع رغم من هذا خط الدفاع كان خط متقدم، كان متقدم جدا وكان عنيف جدا خط الدفاع، قدرنا ان احنا نصعب جدا الدور الذي يؤديه بايرن ميونخ، وهي الاشاره اللي كانت موجوده في الكتاب هي كانت على خط الدفاع وعلى الاسلوب اللي احنا كنا نؤدي به دفاعيا في الملعب. ولكن ان نستثني هذا الجزء وننظر للمباراه، اقول ان هو كان عنده حق، لان احنا قدرنا ان احنا ندافع بشكل جيد جدا، واللي يحلل هذه المباراه واحنا كذلك حللنا المباراه باكثر من وجه، وكان المستوى الدفاعي فيها قوي جدا. جوارديولا ولا مورينيو الاقرب لقلبك؟ مورينيو ممكن. مع جوارديولا كانت هذه فقط لحظات المباراة، ولكن مع مورينيو يوجد تواصل دائما بالرسائل، شخص جيد جدا، يعتبر إشارة جيدة جدا لنا كمدربين، ليس فقط كمدرب لمدربين العالم، ولكن كمدرب للبرتغال كذلك يعتبر إشارة جيدة. هنا طبعا في الدرجة الثانية
أنا كنت مدرب في الدرجة الثانية ومورينيو كان في بورتو وكنا نلعب من أجل كأس البرتغال. وذهبنا هناك لأن نلعب مباراة خسرنا 4-0. وكانت في الواقع هو أدى موسم جيد جدا وكان مدرب معروف، ومنها قدرنا أن احنا نكون على تواصل ونكون على علاقة أن نتبادل الرسائل معه.